ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الفستان دوت، هقولكم كل التفاصيل. هنجيب خامات ايه كقماش، والشغل اللي هو الاكسسوارز اللي هو عليه. تابعوا الفيديو ان شاء الله للاخر، وان شاء الله تستفادوا. الفيديو مهم جدا. يلا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل الموديل اللي انتوا شفتوه. بس قبل ما نعمله كده وننفذه ونقصه، حابه ان انا اقول لكم بس على ايه المقاسات. المقاسات اللي احنا هنقولها دي لحد ايه. المتراج اللي انا هقول لكم عليه دوت اللي هي قيمه القماش، هقول لكم لحد، هتقضي لحد 2 اكس لارج. بعد كده بيبقى في مقاسات تانية. طب احنا الموديل ده اصلا بناخد له مقاسات ازاي؟ الموديل دوت بينقسم لثلاث اجزاء. جزء اللي هو الكمين، والكمين عندنا اساسي متر الا ربع، تمام، متر الا ربع في كل الاجسام. واللي بيفيد من الجزء اللي هو العرض بتاعه ده احنا بنستغله في اي وقت بعد كده في اي حاجه تانية عادي، مش مشكله. او ممكن ندخله في القصه لو احنا محتاجين حاجه في القماش. الجزء الثاني اللي هو الجسم لحد فوق الركبه، امام وخلف. احنا لو احنا لحد 2 اكس لارج، لان احنا عندنا الستايل دوت هو ملموم على الجسم، فما بنحتاجش فيه وسع جامد قوي. فاحنا المتراج اللي انا هقوله ده لحد 2 اكس لارج. لو ازيد من كده بنعمل ايه؟ بنجيب طول الجسم مرتين. يعني انا عندي مثلا من اول عضمات الكتف لحد فوق الركبه وليكن متر، فانا هجيب مترين للمقاسات اللي هي ازيد من 2 اكس لارج. يا جماعه هجيب مترين للامام والخلف، ومتر الا ربع للكم اللي هو الكمين. يعني يبقى كام؟ يبقى احنا عندنا 3 الا ربع. طيب عندنا الجزء اللي تحت ده اساسي اللي هو الكلوش اللي هو الطاووس اللي تحت دوت، بياخد متر ونص عشان نقصه كلوش. يبقى احنا عرفنا احنا كده هنعمل ايه. طيب نيجي بقى في المقاسات اللي هي بتاعت النهارده اللي هو لحد 2 اكس لارج اللي هو احنا هنقص عليه النهارده. عندنا القماش كله هيبقى 3 متر ونص. 3 متر ونص احنا قلنا لو مقاس اكبر من كده هيبقى كام؟ الجسم بالكم 3 الا ربع، وعندنا متر ونص، يبقى المجموع كله كام؟ 4 متر وربع. لو انت 3 اكس او ازيد من كده هتجيبي 4 متر وربع للديزاين اللي احنا هنعمله النهارده. طب لو انت اقل من كده هتجيبي 3.5 قماش، 3.5 متر قماش، تمام. بنجيب ايه كمان؟ لو الديزاين دوت معمول من الستان، معمول من الستان، فاحنا الستان مش محتاجين تحتيه بطانه من الجزء اللي هو اللي فوق. لو انت عاملاه بحاجه تانية، بخامه تانية، طل او دنتل او بايت او اي حاجه زي كده، بتجيبي زيه بطانه. وصلت؟ طيب انا عندي النهارده 3.5 متر قماش، ماشي، وعندي متر بس بطانه للجزء اللي هو الجومي، الجزء اللي هيبقى تحت في الديزاين اللي هو الكلوش، ماشي. تعالوا كده بص، عندنا دلوقتي عندنا 3.5 قماش ستان، وعندنا متر بطانه، متر بطانه، وعندنا متر ونص طل خشابي. هو انت ممكن تجيبيه الجومي اللي هو الناشف، وممكن البديل بتاعه الطل الخشابي. الطل الخشابي ب25 جنيه او ب20 جنيه، والجومي ممكن تلاقيه ب40 45 جنيه المتر. احنا محتاجين متر ونص، تمام. محتاجين 5 متر او 6 متر جومي، شريط جومي علشان الديل من تحت، ومحتاجين سوسته سحريه طولها 50 سنتي، ومحتاجين 3 متر سلسله ايا كان هي ايه. انا عندي عشان انا عندي شغل اكسسوارز، فانا بوريكم بس جزء منها. انما انت هتجيبي لكلكم 3 متر ده لو انت عايزه تعملي ديزاين ايه بحذافيره. خلاص كده متفقين كده؟ فهمتوا هتعملوا ايه؟ طيب سريعا سريعا كده قبل ما اقص،
3.5 متر قماش لغايه مقاس 2 اكس لارج. ازيد من كده هيبقى 4 متر وربع قماش. بنحتاج شريط جوميه، شريط جوميه دوت كده، وعلى فكره مقاسات دوت ممكن تلاقيه ب5 جنيه او ب6 جنيه حسب المكان اللي انت فيه. بتجيبي 5 متر او 6 متر ومش هيخسر. بتجيبي سوسته سحريه مقاسها 50 سنتي، بتجيبي 1.5 متر طل خشابي او جوميه حسب ميزانيتك، بتجيبي متر روزيتا، متر قماش روزيتا. احنا اعداد بس الحاجات دي ما بتبقاش غاليه، يعني متر روزيتا ب20 جنيه او ب25 جنيه. القماش الستان ممكن تجيبي التركي، التركي اقل حاجه اقل سعر، ممكن تجيبي الصالونه، ممكن تجيبي التر موضه. يبقى 3.5 المقاسات الـ2 اكس. ازيد من كده بنجيب 4 متر وربع، تمام. وبنجيب 3 متر سلسلة حسب انت عايزة سمكها ايه، تمام. انا السمك ده مناسب جدا. بتجيبي 3 متر وبتجيبي 4 زردات. الزرد دوت اللي هو بيتركب فيه في الاخر، في اخر السلسلة علشان الاقفال وكده. فاحنا عشان هنطلع الاكسات من قلب الجسم نفسه، فمحتاجين ايه؟ الزرد ده، تمام. هجهز الفرشة القماش وهرجع لكم تاني. طيب يا بنات، انا اول حاجة عملتها ان انا قصيت الجزء اللي هو من اول الكتف لحد فوق الركبة، بقيس الطول قد ايه وبفرده قدامي. ببقى انا قصاه عشان ايه القماش ما يبقاش كتير قدامي على الترابيزة. انا عندي المقاسات هنا، الطول من اول الكتف لحد فوق الركبة عندي 84 سنتي، تمام. فانا قصيت عندي عشان القماش بيبقى مورور ساعات، انا قصيت عندي 90 او 86، يعني اللي هو انا بزود حاجة بسيطة عشان عندي، بصوا اللي انا بقولكم عليه، القماش لما بيتقص، لما هما بيقصوه في المحلات بيقصوا حتة قصيرة وحتة طويلة، فانا لازم بعمل حسابي كده وانا بقص ان يبقى في حته زياده معايا كبيره، تمام. طيب انا بتني القماش ازاي؟ انا بتني القماش 4 طبقات، تحت طبقتين مفتوح قدامي اهو اللي فيهم البرسل، وفوقيهم طبقتين تانية على مقفول. بسيب هنا قدامي، بسيب قدامي هنا قيمه 2 سنتي او 3 سنتي، تمام. 2 سنتي او 3 سنتي. طيب اول حاجه بعملها ان انا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول باخد ايه، باخد خط كده عشان اظبط عليه شغلي. بعد كده باخد عندي هنا عرض الظهر 35، بنقسمه على الاثنين، فيها 17.5. باخد 17.5 من اول الجزء اللي هو المقفول، المفتوح ده انا ماليش دعوه بيه خلاص اهو. 17.5، تمام. وباخد عندي محيط الرقبه عندي 7 سنتي، بدخل 7 سنتي وبنزل، بنزل 1.5، بنزل 1.5 او 2 سنتي للرقبة الخلفية، وباخد كده ايه نص دايرة كده، تمام. وبقيس من النقطة ديت اللي هي نقطة الكتف، انا بقيس طول الوسط عندي قد ايه. طول الوسط عندي 43، باخد نصهم على طول اللي هو 21.5، وده بيبقى عندي مكان محيط الصدر. يبقى عندي نزول لمحيط الصدر 21.5. طب بنعرفها ازاي؟ طول الوسط بنقسمه نصين، وبناخد خطوط علشان ناخد عليها المقاسات.
عندنا هنا ربع محيط الصدر 24 75، يعني نطير كده الايه، نزود الربع دوت ونحط 25، تمام 25، وبنزود 3 سنتي توسيع، واحنا بنخيط بنقفل على المقاس اللي هو ايه في الديزاين ده بالذات، يعني واحنا بنقفل على الجسم بالظبط، بس الزياده دي تحسبا جسمك ملا او اي حاجه. يبقى احنا عندنا الصدر بعد الزياده عندنا 28، وبناخد هنا على نفس الخط ربع عرض الظهر اللي هو 17.5 علشان نعمل حردة الإبط، وبناخد كده خط موازي وبننزل هنا 2 سنتي، وبنشد خط الكتف من النقطة بتاعت حدة الرقبة كده للنقطة اللي احنا خدناها، وبنشوف عندنا مقاس الكتف، عرض الكتف قد ايه. عرض الكتف عندي 12 سنتي، وببدأ ان انا اخد الايه حردة الإبط معايا كده، باخد هنا عندي ربع محيط الوسط بعد الزيادة 32.5، لا انا اسفة، عندنا محيط الوسط 24، انا اتلخبطت وخدت محيط الارضيف. طيب علمنا كده الصدر والوسط نوصلهم ببعض عشان ايه تبقى الصورة واضحة قدامنا. نطلع لفوق كده شوية، ننزل بقى عندنا هنا ايه، لو واحدة طويلة شوية عندنا بيبقى من الوسط للأرداف 20 سنتي. طب لو هي قصيرة او صغنونة او لسه سن محير بناخد 18 سنتي. وبحط هنا ايه ربع محيط الارداف، بحط 33 سنتي، طيب احنا عندنا بقى الاول هوصل، بس الاول كده انا هوصلها كده وهوريكم هنظبطها ازاي دلوقتي، عشان هي استحالة تبقى ايه تبقى كده، احنا لازم نسيح البوزة دي كده. عندنا لما بيكون الفرق كبير كده ما بين الوسط والارداف لازم الجزء ده هيجي بكيرف كده، فناخده بالايه بالمسطره اللي هي الكيرف دي. ودي تبقى سايحه كده. تمام؟ حد كده تمام. هناخد بقى ايه الاول قبل ما نظبط الجزء اللي تحت ده، هناخد الطول عندنا، احنا عايزين الطول قد ايه. الطول عندي هنا 85 سنتي، 85 سنتي، باخد ايه عليمة،
طيب بعد ما علمنا كده الطول اللي احنا عايزينه بنعمل ايه بقى؟ احنا عندنا من فوق الركبه بالظبط، احنا بنبتدي الديزاين دوت الكولاج بتاعه من فوق الركبه مش من تحت الركبه علشان تعرفي تتحركي. اول حاجه بتعمليها وانت بتاخدي المقاس دوت ان انت بتاخدي خطوه، يعني رجليك الاثنين اهم بتاخدي خطوه كده والمقاس بتلف من فوق ايه وانت واخده الخطوه دي من فوق الركبه، دوران بالظبط من فوق الركبه. تمام. طيب انا عندي هنا عندي هنا الدوران من فوق الركبة 98 سنتي، ماشي؟ طب 98 انا اقول 100 عشان ما نتلخبطش، لو 100 يبقى الربع عندنا 25، 25 هنقص منه نص سنتي لان احنا عندنا في 2 سنتي احنا مزودينهم، يبقى عندنا كام؟ 24 ونص. هنحط على الخط ده 24 ونص. نخليها احنا 25 ونبقى كرمه. تمام. ونبدا بالمسطره الكيرف بس مش من فوق بقى، من تحت كده سنه وايه ونظبط بحيث ان احنا ايه ال دايما دايما الديزاين دوت بيبقى نازل كده من عند الارداف. بصوا انا لازم دي تتعدل، لازم عشان ما تبقاش ببوزه كده، دايما بيبقى اقل من من الارداف نفسها، حتى هو بيبقى باين في الصوره هو واخد الكيرف دوت ونازل كده ايه على ضيق عند الركبه. طيب نبدا نقص كده عشان نعدل على الامام ونشتغل في الحاجات اللي بعد كده. طيب الاول هناخد ايه، نقص كده نقص من عند الرقبه الخلفيه وهنسيب 1 سنتي في كل الاتجاهات. قبل ما نقص بقى الجزء اللي تحت ده، عندنا هنا من الجنب كده لما بيكون في حاجه هيتركب فيها حاجه كلوش او جزء تاني تحت لازم نطلع كده 1 سنتي لفوق وندخل كده على ايه على جوه، ماشي؟ كده بقى عندنا ايه الجزء اللي هو الايه الامام والخلف، بنطير كده البورشه وبنعلم كده ايه ان احنا عندنا هنا سوسته بنعدل بقى على الامام. عندنا هنا فتحه الامام، فتحه الرقبه الاماميه عندنا احنا عايزينها 10، احنا كده كده مركبين سوسته، مركبين سوسته في الظهر. انا عندي كان في الخلف نازله 1 ونص. طيب هننزل من هنا كده وناخد ايه 9 سنتي. تمام. ونيجي بقى ناخد اول طبقتين اللي هما بتوع الامام وركزوا في الجزئية دي ونعدل بقى ايه ندخل من التالت الاخير كده 1 سنتي ونخرج على مفيش.
مرفوع نعمل ايه؟ ما ينفعش كنا نبتدي من اول ونظبط، احنا كده قصينا القص العادي بتاعنا خالص. تمام، بعمل ايه بقى علشان نعمل الكم اللي هو المرفوع دوت؟ بدخل من هنا قيمه 2 سنتي، بدخل 2 سنتي ماشي، وابدا ان انا ايه اعدل بقى. يعني حاجه بسيطه اول انا قصيتها، بصوا انا قصيت من فوق 2 سنتي ودخلت كده زي ما انا قصه بالظبط عادي، مفيش اي مشكله. وببدا ان انا اعدل برده الامام كده ايه على بسيط، لان هي زي ما انا قصه بالظبط. تمام، طبعا هنا هنقص هنقص سجاف للظهر وللامام. طيب عشان نخلص من الجزء اللي هو ايه اللي عندنا اللي هو فوق دوت ونبقى خلصنا منه خالص، نقص السجاف بتاعه. انا حاسه ان الفيديو ده هينزل كده على جزئين عشان ايه ما يطولش بالنسبه لكم، فلو نزل على جزئين الجزء اللي بعده على طول هينزل على طول بعده. ولو حابين ان انا اخيط معاكم الفستان برضو عرفوني. طيب انا باجي، يعني انا بصوا انا مدبسه اهو خلاص القماش هنا عندي اهو، انا هعمل كده اللي هو السجاف بتاع الخلف قدامي اهو على مفتوح، السجاف الخلف اهو على مفتوح، وبرجع كده القماش عندي بظبط كده بس الدنيا. تمام، وبقص السجاف عندي اهو اكني بقص حرده الرقبه، وادي اهو خط الكتف، بظبط من هنا كده القماش عشان مورور عندي. وبعد كده برفع القماش كده واخد ايه وافتح، لان انا عندي الجزء ده كان على متني وده كده ايه السجاف بتاع الظهر. تمام، طيب عايزين نعمل السجاف بتاع الامام. نفس الفكره بس ده على مقفول، انا شلت اهو الخلف، الامام عندي اهو. وبقص برضو اكني بقص حردة الرقبة عادي خالص اهو. وبقى عندنا ايه السجاف بتاع الامام وادي السجاف بتاع الخلف، وبندبسهم كده ببعض عشان ما تفتكريش ان هو ايه قصائص وترميها، علمي كده واكتبي عندك. طيب انا عندي هنا بقى، انا كده الجزء ده خلاص مش محتاجاه، انا هعمل الكم. نعمل الكم الاول، نخلي ايه عشان حتى نخلي الجزء اللي تحت دوت لوحده، هوقف بس افرش القماش بتاع الكم وارجع لكم تاني. طيب انا قبل كده عملت الكم معاكم كتير جدا، والكم المرفوع كمان انا عامله له فيديو، يعني تقريبا الفيديو اللي قبل ده على طول. ممكن ترجعوا وتشوفوا له بدل ما ايه بدل ما احنا نضيع وقت وكده، وهو هناك كمان انا بشرحه بالتفصيل ومبين اكتر من كده. طيب انا عملت الارتفاع 6-15 سنتي، وبعد كده ابتديت الكم العادي خالص وهقصه معاكم. وزي ما بقول لكم اللي حابب يتفرج على الكم انا بشرحه في كذا فيديو بكذا طريقه، والفيديو الكم المرفوع دوت انا عامله له فيديو لوحده.
طيب يا بنات احنا الجزء ده كده علشان ما يطولش هنزل لكم الجزء ده، والجزء الثاني القص الثاني هينزل في الفيديو اللي بعده على طول. احنا هنا قصينا الجسم اللي هو من اول الكتف لحد فوق الركبه، وعدلنا الامام وعدلنا الكتف. لو احنا هنعمل كم مرفوع بنخش 2 سم قيمه 2 سم بس بعد ما بنرسم الباترون خالص على القماش، وعملنا الكم خلاص اللي هو المرفوع دوت. لو انت عايزه تعرفي الكم ده اتعمل ازاي بالتفصيل ارجعي للفيديو اللي قبل ده اللي هو الكم المرفوع بالتفصيل وهتفهمين ان شاء الله. قصينا السجاب بتاع الامام والخلف، والفيديو اللي بعديه على طول قص الكلوش بتاع الفستان من تحت، وكل تفاصيل ان شاء الله الفستان دوت هتنزل كده ورا بعضها يعني متسلسله. لو انتوا حابين ان انا اخيط معاكم عرفوني في الكومنتات، وبحبكم مع السلامه، استنوا الفيديو اللي جاي.